وهيك البيت صار باسمك ومسجل بالطابة وما حدا يقول عندك شيء. شي ظريف؟ نحن بخدمتك سيد أبو عجي. طيب أنا بدي أسألك، شلون بيت أبو عطا بدي يصير ملكي؟ اشتري منه سيد أبو ناجي. وبلكي ما بدي يبيعه؟ إذا ما بدي يبيعه ما راح يصير ملكك. يعني ما في حل تاني؟ لا والله ما في. لا في حل تاني وراح أقول لك إياه. أهلين أبو عزاب. كيفك يا أمير؟ خذوا طريق. يلا يلا فوت. تفضل تفضل من بعدك. خفت ما يعرفوا مطرحك. من طول عمرك كبير يا أبو ناجي، لولا رجعتك على الشام ولولا سؤالك عني يمكن كنت تختخت بالحبوس. هذا واجبنا يا أبو عزاب. فضلك هذا يا سيدي ما رح انساه طول حياتي. أنت مفضل علي وعلى عائلتي. لك أهلين أبو عزاب. والله أنا بأمرك، شو بدك أنا جاهز يا أمير. عن إذنك عمي. شرف سيدي شرف. يا مو مين هاد اللي عنا؟ شو بعرفني ما بعرفه. شغلته ناكتة وما لا تقل على الراس. شلون يعني؟ يعني حط رجليك وإيديك بمي باردة، اعتبر مشكلته راحت من راسك. ومع مين راح تشتغل؟ مو مستاهل، اشتغل لحالك. لحالك ما بيكفي يا ابو عزاب، هلا انا وانت بنروح لعند المختار وبيعرفك على رجاله وبتشتغل معهم. مين المختار؟ ابو حمدي. ابو حمدي ما غيره؟ اللي عزات ناطوره؟ ليش بتعرفه؟ بنروح بالروح يا امير. معناتها ما في داعي تروح معي لعند المختار، من طلعتك من عندي بوشك لعنده. أنا بأمرك يا أمير، بأمرك. معناتها راحت عليك يا واطي. قلتي له يا عمو؟ إيه قلت له. وشو قال لك؟ بيسأل الشيخ. الله يقدم اللي فيه الخير. شبنا أبو عزاب؟ واحد مثل الدبور بخوفه. لازم لا تعمل لعدوك ألف حساب وحسابي يا عزاب. اللي شو بدك وأنا جاهز. أول شيء أبو عطا والدبور لازم نعملهم تأديبة. اقتلهم سيدي اقتلهم. مين ماسكا؟ قلت لك تأديبة قتل ماك مثل ما بده ناجي. ايوه بشو عم تفكر انت؟ بدنا نحط ايدينا بايدين بعض ونسحبهم برات الحارة ونعمل لهم اياها على السكيت. شلون؟ قلت لي شلون؟ اسمع منيح. هات لشوف. لازم هيك نمخمخ بقصة نطلع فيها ابو عطا والدبور لبرات الحارة. ابو عزاب فكرتك كتير منيحة، بس هي الفكرة بدها رواق، رواق كتير. ما بدها شي، بدها واحد يفوت هيك فوتة ويسلحوا لبرات الحارة ونضربوا هذيك الضربة. ساعتها تنكسر شوكته بين العالم. ايوه ولوين ناوي تسحبه؟ دخلك؟ وين في شي هيك قرني خرج هيك معمك؟ وين يا عزات وين يا عزات؟ لقيت ابو عزاب. تفضل. ايه والله يسلم. شو هذا اللي عم بسمعه؟ مثل شو اختي؟ قال أبو عطا الصواف بده يرحل من الحارة. هو هيك بده. وانت شلون شايف؟ أنا شو دخلني؟ إذا بده يرحل خليه يرحل، الله معه. إيه لا أخي لا. شلون لا؟ لا تخليه يطلع من الحارة. شو عم تحكي يا أختي؟ يعني قصدي يعني خليه تحت أنظارك. خلي يطلع من الحارة أحسن ما نغلط في شي غلطة تغضب الله. والله مو هاين علي تطلع من الحارة. لا والله شغلي زادت عن حدها كتير.
بدي انهيها ولو كلفتني روحي. سكروا الدكانة وعالبيت. شكرا يا أبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا عمي عطاء. أهلي يا أبو عدنان. عمي إن شاء الله الوالد لحلحها. شو هي اللي بده يلحلحها؟ أوكي مشان بيت البيت تبعكو. بيحت بيتنا؟ مين قالك بدنا نبيع بيتنا عمي؟ هو اللي هو بعضنا لسانه. أبي هيك قالك؟ إيه بس أنا اللي مو فهمانه يعني ليش ما بده يبيع البيت عن طريق مشان ما يعطيني دلالته يعني؟ شو عم تحكي أنت؟ يا سيدي إنا الله. السلام عليكم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. شو بها؟ معقول أبوك يبيع البيت لك عطاء؟ مستحيل أخي مستحيل. شو هالحكي؟ شغلة ما بتتصدق ابنه. بس ليش حتى يبيعه ليش؟ جوزك هون؟ لا ماله هون. مين بريده؟